اشتهرت بالفنون عامة ومنها الرسم، على أن لوحات الفنانين التشكيليين في الإسكندرية تبقى أسيرة المعارض والمرسم الخاص لكل فنان تشكيلي، على العكس من روما وباريس ولندن على سبيل المثال الحصر، هناك يخصص شارع خاص للفنانين التشكيليين. أما في الإسكندرية فلا، فنانون تشكيليون بلا شارع. حكاية هذه المرة من الإسكندرية، فلنبدأ. الإسكندرية مناخ ثر للفنون عامة وللفن التشكيلي خاصة، على أن أجواء السنوات الأخيرة في مصر أثرت سلبا على حركة الفن التشكيلي، وتحديدا بين أوساط الشباب الذين يريدون نقل هذا الفن إلى الشارع. مؤمن واحد من هؤلاء الفنانين الشباب الساعين إلى ربط الفن التشكيلي بالشارع وبحركة الناس. مؤمن، شو سر تعلقك بالرسم؟ بصراحة من أول ما كنت طفل، يعني كنت بحب الرسم زي أي طفل بيقعد يشخبط بالألوان وبيلعب بالألوان، زي كنت أي طفل، لحد ما في المدرسة أقيم معرض يعني للأطفال وكده، فابتديت أشوف رسومات بقى مستوى عالي جدا ونفس السن اللي أنا فيه، يعني نفس السن، كنت يعني تقريبا 7 أو 8 سنين حاجة زي كده، فشفت الأطفال في نفس السن وبيعملوا حاجات رهيبة، فقلت طب أنا ليه مش كده؟ أنا كنت حابب الرسم أصلا، بس ما كنتش عارف أوصل لمرحلة معينة، في مرحلة معينة مش عارف أوصلها، بس أنا كنت بحب الرسم، يعني بشوف اي رسمه اقعد اقلدها اعمل زيها بالظبط، بس مش على درايه بالفن. في فرق بين الفن وبين الرسم، يعني الرسم ان انت ترسم بس، الفن ان انت تطلع رساله معينه وتفهم الرسمه وتطلع شعورك جوه الرسمه. شو رسالتك؟ ورسالتي شارع رسامين اسكندريه، يعني انا نفسي الصراحه في مصر يبقى فيها الموضوع ده، انا حاسس ان هتبقى حاجه جميله جدا لو في اسكندريه شارع بيجمع كل رسامين اسكندريه، يعني اعتقد ده الهدف اللي نفسي احققه. لكنني لم افهم بالضبط سر اصرار مؤمن وغيره على الانتقال بالرسم الى الشارع. شو المشكله عندكم؟ كان داخل اتوليه ولا داخل الشارع؟ هو العكس، المشكلة ابتدت ان احنا لما نزلنا الشارع، يعني احنا نفسنا نعمل شارع للرسامين الاسكندرية، ابتدينا نسأل طب هنعمل ازاي، تصاريح ورق، لقينا الموضوع كبر مننا، مش عارفين نروح فين، نروح وزير، نروح حي، نروح وزارة الثقافة، وزارة السياحة، طبعا الموضوع واسع مننا، قالوا لنا المفروض تجيب ورق من شرطة السياحة، شرطة الفنادق، الشرطة العامة، طبعا الموضوع ده مستحيل، لأن الموضوع مستحيل، قلنا لازم ننزل إحنا، لازم نفرض نفسنا على الشارع نفسه، فابتدينا نجمع عدد من الفنانين ونزلنا بكل جرأة نعرض الشغل بتاعنا بكل قوة. يعني ما جاوبتني ليش بدكم الشارع تحديدا؟ الشارع لأن إحنا كفنانين محتاجين نصدم الناس بالفن بتاعنا، يعني ما فيش حد بيحضر معارض، يعني الجمهور البسيط اللي في الشارع ده مش عارف يعني ايه رسم، فالحل الوحيد للموضوع ان انت تنزل وتفرض نفسك عليهم. مرت مصر في السنوات الأخيرة بأحداث جسام أثرت على كافة مناحي الحياة. فكرة قضية التوجه للشارع، تأثرتوا شيء مثلا بما سمي ثورة يناير في مصر؟ أكيد طبعا، أكيد ثورة 25 يناير كان ليها تأثير كبير قوي، لأن احنا ابتدينا في الموضوع دوت بعد ثورة 25 يناير، لقينا الحاجز اللي بين الناس وبين الشارع، بقت الناس تنزل الشوارع،
فالشارع نفسه خلق حالة من الفن، ابتدت الناس تعبر عن رأيها في الشارع بس تعبر بطريقة غلط. يعني ابتدت الناس تكتب بالجرافيتي مثلا على الحوائط، بتعبر عن رأيها بكل حرية بس بطريقة غلط. أنا في نظري إن الموضوع دوت مش أنت بكده بتشوه المدينة. يعني واحد مش على دراية بقواعد وأساسيات الرسم بيعبر عن رأيه على جدارية، طبعا الموضوع مش منظم. احنا ابتدينا ننزل ونوري الناس الفن الحقيقي عامل ازاي. لا يعترف مؤمن أن حركة الفن التشكيلية الشبابية فشلت في تحقيق أهدافها. احنا كلها لو في نجاحات بالمجهود الذاتي، يعني انا ما اعتقدش ان احنا فشلنا، مش لدرجه الفشل، بس احنا كل فتره بننزل وبنلاقي فنانين متكاتفين معانا وبيشجعونا، ناس كتير جدا، وفي ناس كتير بتشارك معانا، فده ما اعتقدش انه فشل. يعني هو انا قلت ما نجحته، هو نوع من انواع النجاح، بس نجاح فردي. يعني مجموعه من الفنانين نجحوا بمجهوداتهم الذاتيه. بقى في انكار من الدوله، في انكار من الدوله، بس احنا ملناش دعوه بالدوله. العائق بالنسبه للفنانين الشباب ليس امنيا بالدرجه الاولى. هو اول عائق بالنسبه لي صراحه الناس نفسها، الناس اللي موجوده في الشارع مش متقبلين ان يبقى فيه فن، يعني مش متعودين. يعني انت بتنزل الشارع دلوقتي فين الهويه بتاعتك؟ هل الهويه انت بتشوفها في المباني مثلا؟ يعني كلها هويه ايطاليه، فين الفرعوني في الموضوع؟ يعني مثلا في ايطاليا مثلا بتنزل بتلاقي الهويه موجوده في المباني، بتحس ان انت قاعد في ايطاليا وناس شغال. عشان كده الناس ابتدت تحس انها فريندلي مع الشارع، بتنزل ترسم بحرية، الناس بتتقبل الموضوع. عارفين ده فنان ومحترم وليه وضعه، الفنانين هناك ليهم وضعهم. يعني الفن دوت رسالة كبيرة جدا في المدن المتقدمة، لما احنا عندنا العكس، ما فيش هوية، فبالتالي تلاقي الناس مش مقدرة الفن بتاعك. انت نازل تعرض شغلك، فممكن تلاقي نوع من السخرية من الشعب، من الناس الموجودة في الشارع. ممكن تلاقي برضو من الشرطة أو المرافق، هتلاقي إعاقة برضو، يقول لك أنت واقف هنا ليه؟ أنت مفارش حاجتك، أنت عامل إعاقة للمرة مثلا، حاجة زي كده. فموضوع ليه كذا جانب سيء. وبالرغم من العوائق الضخمة التي تقف أمام أهداف الفنانين التشكيليين الشباب، فإن مؤمن مصمم على المضي في قضيته. أكيد لازم يبقى فيه تفاؤل، مع أن الموضوع لا يدعو للتفاؤل. لما تنزل الشارع نفسه بتبتدي معوقات تقابلك، بس أكيد في يوم الناس هتفهم قيمة الفن التشكيلي في اسكندرية. أكيد أكيد مفهوم. الشارع في الإسكندرية مشغول في النقاش حول الثورة وحول نتائجها وأثرها على حياة الناس. كثير من الناس اللي شفتهم بهاي الفترة محبطين من نتائج ما سمي الثورة. أنت شو وضعك؟ هو في الحالة اللي احنا فيها، في الوقت اللي احنا فيه، كلنا شايفين الثورة مكانش ليها لازمة، يعني او بمعنى اصح يا ريتها ما كانت موجوده. بس ما ينفعش، يعني ما ينفعش نقول كده. يعني احنا فعلا، لان الثوره بحد ذاتها حدث، احنا قدرنا نعمل ثوره، ليه ما نعملش تاني؟ وما نعملش تاني، خلاص احنا عملنا ثوره، يبقى احنا نقدر نعمل حاجه. اصلا احنا في امكاننا اننا نعمل حاجه، فلو ما كانش موجود الثوره كناش نعرف ان احنا اصلا ممكن نعمل ثوره. الإسكندرية،
الواقع والمستقبل في ظل المتغيرات الشديدة الحاصلة في مصر. أي إسكندرية تريد؟ إسكندرية جميلة، مليئة بالفن، مليئة بالجمال. أما الثقافة، ثقافة الناس أهم حاجة، الناس اللي ماشية في الشارع تكون على وعي، أهم حاجة. بتعتقد أنك خيالي كثير؟ ممكن شوية، بس لازم عشان الفن يوصل لمستوى كويس، وعشان نقدر إحنا كفنانين تشكيليين ننزل الشارع، لازم يبقى الشعب عنده وعي، لو ما عندوش وعي ما ننزلش. إذن محاولات جادة من قبل الفنانين التشكيليين الشباب لنقل لوحاتهم إلى الشارع بغية تكريس الفن التشكيلي كظاهرة يومية راسخة في مجتمع الإسكندرية. المزيد بعد الفاصل، انتظروني. يشتغل موظفا في هيئة الضرائب، وفي الوقت نفسه يتابع عمله كفنان تشكيلي، ويحلم أن تنتشر ثقافة الرسم في الشوارع. لنرى. بالرغم من أنه درس وتخرج من كلية التجارة قسم المحاسبة، إلا أن العشق للرسم بدأ مع حازم منذ نعومة أظفاره، وسار في درب شاق، لكنه مصمم على إكمال مسيرته الفنية ودفع الفن التشكيلي صوب الشارع. حازم، يعني ما كان الأفضل تتفرغ للتجارة وترتاح من وجع القلب ده؟ لا، أنا بفضل أنا أشتغل الاثنين مع بعض، يعني التجارة مع الرسم، لأن أصلاً كل ما بتعرف شغل أكتر كل ما بتعرف تاخد إمكانية وخبرة في الحياة أكتر، مش درجة أن أنا أثبت على شغلانة معينة وبعد كده ممكن أزهق منها. بس فأنا بفضل أرسم، يعني أرسم وأشتغل تجارة ونفس الوقت. لغة الأرقام والأموال ما بتعيقك أنت كفنان تشكيلي؟ هي ساعات بتعيقني، يعني أن أنا ساعات كتير بغلط في الشغل عندي، بس لا عادي، تعودت على كده في الشغل، لأن هي أصلا تبقى حتى يعني إن أنا متعود عليها من أول ما دخلت الكلية، من أولها تجارة لحد سنة رابعة، وبعد كده قعدت سنة ما بمارس المحاسبة، بس بعد أول ما تعينت في الضرايب قعدت سنة عادي، خلاص اتعودت، ما فيش أي مشاكل يعني. بدأت تاخد رشاوة؟ لا، مش بتاع الكلام ده خالص. لأنه مؤمن بقضية الفن التشكيلي ما بتاخد رشاوة ولا؟ هي أصلا من أنا متعود من صغري، أمي معوديني إن أنا ما عملتش حاجة زي كده أصلا. دي حاجة. الحاجة التانية، المفروض إن إحنا جيل طالعين، المفروض إن إحنا نقول إن إحنا متربيين كويس، ما لناش في الكلام ده، إن إحنا المفروض إن إحنا عايزين نصلح البلد، إحنا ما لناش بالثورة كده على الفاضي. قضية إصلاح البلد هي تنعكس بأعمالك الفنية؟ طبعا. أنت أصلا المفروض هتصلح البلد من جذورها، المفروض إن أنت تجيب الأطفال أو الناس اللي بتتعلم من أول كي جوان لحد ما يوصلوا ثانوية عامة، تبدأ توعيهم بثقافة الفن، ازاي يبدأوا يرسموا، يتعرفوا ان الرسم ده اصلا عبارة عن ايه، وان اصلا الفن ده شيء جميل، مش مجرد ان انا برسم واخد مقابل المال بتاعه، يتفهموا انواع الفن كمان، ان اصلا الفن ده انواع، يعني جرافيك، في رسم،
في ديكور، في فاشن، الكلام كله. عالم حازم الذي يعيش فيه ضيق بالنسبة له، وقد يكون هذا الأمر سبباً وراء سعيه للانتقال إلى الشارع كفنان تشكيلي. وين الأماكن اللي بترسم فيها أنت؟ طبعاً في البيت، وفي 2 مرسم مأجورين، وأنا وواحد صاحبي اسمه اسلام طارق. كمان ساعات بنرسم في الكافيتيريا، بنزل كده مع صحابي كده بلاقيهم قاعدين، فبلاقي الجو كويس فبرسم. هي قليل جدا لما بطلع البحر ارسم، يعني ده بتبقى شيء نادر لما بتلاقيه هنا في الشعب المصري. على البحر؟ على البحر. بتتعرض لمضايقات على البحر؟ من مين؟ يعني الناس انت جاي تعمل ايه هنا؟ مثلا لو في مثلا امن واقف على البحر يقول لك انت ما ينفعش تيجي ترسم هنا، الكلام ده للتمشيه بس كده. وهم مالهم هم؟ انا مش عارف، هي تقريبا ان اصلا هي تقريبا قوانين محطوطه وحافظينها وبيطبقوها وخلاص. الشارع هو السبيل لأحلام حازم وغيره من الفنانين التشكيليين. احنا عايزين نعمل حاجة زي أوروبا برا كده، الناس بتطلع توري فنان الشعب، توريهم احنا بنشتغل ازاي، احنا اصلا مين اصلا. بس للأسف هنا مفيش، هنا مفيش وعي للكلام ده. انت لازم توعي شعبك الأول، بعد كده نبدأ نطلع. احنا دلوقتي بنحاول يعني على قدر الإمكان نحن نعمل الكلام ده. يعني أنا حاول أفهم الدافع الأساسي، إذن هي قضية الانعتاق من الأماكن الضيقة، قضية تخرج الأماكن الواسعة، تفهم الناس إن إحنا في حاجة اسمها فن، في حاجة اسمها إن فن ده شيء جميل، ما إن إحنا فود نبدأ نهتم بيه شوية على الأقل، إن ده أصلاً بيفرح الناس كمان. أنت مجرد أنت تشوف الألوان أو الرسمة دي تفرحك، ده غير إن هي بتنسي هموم الدنيا كلها. انت بتهرب من مشاكل المجتمع، مشاكلك باللوحه يعني؟ كتير جدا يعني، حتى لما ارجع مثلا من الشغل، مثلا لو في مثلا اتخانقت في الشغل او حصل اي حاجه دربكه او غلطت او حصل مشاده مع المدير بتاعي، بروح برسم بنسى الدنيا كلها، احط سماعات في وداني كده وبنسى. اهداف حازم تلاقت مع اهداف مؤمن. هي العلاقة بدأت من احنا من سنة وشوية، كنت قاعد على الفيسبوك فلقيت ان في معرض اليوم المفتوح في القلعة. ده كان اول معرض ليا في حياتي، كنت حتى ما رسمتش البورتريه واحد بس. فطبعا كلمت ماما وقلت له انا عايز اجي وكده، قال لي طبعا تشرف اي وقت. فدي كانت اول علاقة بيا بيه. بعديها بدأنا نتكلم مع بعض، عايزين نبدأ نوعي الناس، عايزين نبدأ نطور من نفسنا، نخرج للشارع نعمل لوحات الناس تشوفها. ده غير ان انا بدات اجر منه اوضه هنا، ندي كورسات للناس بحيث ان حتى لو علمناها فري مش مشكله، بس المهم يعني الناس دي تعرف يعني ايه فن. ولا يبخل حازم في نقل تجربته الفنيه الى الاخرين. وانت بتعمل دورات تدريبيه؟ بعمل دورات تدريبيه. احكي لنا عنها. هي الدورات التدريبية دي بدأت مع اسلام برضو. هي الحكاية بدأت من أول خالص، إن أنا كنت قاعد يعني شفتها على النت، كنت اسلام طارق ده كان بيدي كورسات بورتري رصاص وألوان خشب وألوان مية برضو، فأخدت معي على الكورس. قال لي أنت رسمك حلو جدا وعايزك تشتغل معي. الكلام ده قعدت فترة 6 شهور بتدرب، فبدأت نزلت مع شغل. أنا كده بدأت يعتبر بقالي 3 شهور بدي كورسات وكده، سواء رصاص أو خشب. وفي مكانين عندنا دلوقتي، بس احنا بنحاول نعمل مشروع لنفسنا، اكاديميه كده لنفسنا ان احنا نعلم فيها كل حاجه، سواء كانت كيدز او ديكور او فاشن او حتى جرافيك او حتى الرسم ديجيتال. يعني عايزين كل انواع الرسم تتجمع في مكان واحد ونعلم الناس بيها. حازم وكغيره من الفنانين الشباب محكوم بالامل والتفاؤل. فن جدا، بس الحكومة تسيبنا شوية. عم تعتب على الحكومة كتير؟ لأن أصلا ما فيش، الحكومة مش تدي مساحة واسعة للناس، ما فيش أي يعني
تيجي تكلمها في موضوع الفن، اهتمام الناس بش يعني زي ما قلت لحضرتك من صغرها مفيش، منعدم جدا، مش زي بره خالص. بره انت عندك بيجيبه من صغره بيعلمه، بيقول له انت مثلا بتحب الفن في ايه، بيحب الفن في الرسم مثلا، من اول ما ينشا لحد ما يطلع على الجامعه. بعد كده طبعا ده غير ان في وعي ده شعب هناك في اوروبا وامريكا واسيا. بعد كده بيبدا يعمل مهارات لنفسه، وبيلاقي مقابل مادي ومقابل ان في ناس من الشعب بيجي يتفرج وبيبقى فرحان. فالنفس يكون هنا عندنا حاجه زي كده. فنانون تشكيليون بلا شارع، حكاية ستستمر لفترة طويلة إلى أن تحل المشاكل العالقة مع الرقابة الأمنية ومع الذوق العام في الإسكندرية. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزام.